السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: شباب العراق بين الحاضر والمستقبل. مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة. كشف تقرير للأمم المتحدة أن نحو 60% من شباب العراق يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتوظيف والتماسك الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب. وذكر التقرير أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما يفتقرون إلى المهارات الرقمية التي تمكنهم من أداء الأنشطة الأساسية المرتبطة بالكمبيوتر. وأضاف أن قسماً كبيراً من الشباب في العراق يفتقر إلى فرص الحصول على التعليم القائم على المهارات الحياتية والقابلية للتوظيف والمهارات الريادية التي تمكنهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل. طبعاً تابع التقرير أنه ليس ثمة فرص كثيرة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لرفع مستوى انخراطهم المدني ليصبحوا مواطنين فاعلين وواعين ورفع وتيرة مشاركتهم في عملية صنع القرار. هذا التقرير مشاهدينا الكرام يكشف حقيقة المعاناة التي يمر بها شباب العراق بعد الاحتلال في زمن حكم أحزاب السلطة، إذ يعاني شباب العراق من تهميش وإهمال متعمدين كما يراه الكثيرون من المراقبين لأوضاع الشباب العراقي، حيث تعمدت حكومات ما بعد الاحتلال إلى زج الشباب العراقي في أزمات ومشاكل تمثلت في حروب مفتعلة وواقع اقتصادي متردي وخدمات وفساد ملأ الأرجاء، لكي يعيش الشاب العراقي في دوامة لا يستطيع الخروج منها، وبالتالي يصبح من الصعب عليه أن يركز صوب الهدف الأكبر وهو تطهير البلد ممن يحكمونه. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التقرير الآتي الذي يبين بعض التفاصيل المتعلقة بمعاناة الشباب العراقي في زمن حكم أحزاب السلطة والحكومات المتعاقبة، لنشاهد. إن العراق يصنف من بين الدول الشابة في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 60% من شعب العراق هم دون 25 عاماً. هكذا بدأ رئيس الحكومة محمد السوداني حديثه مغازلاً الشباب العراقي، متناسياً أن هذه الفئة التي تشكل 60% من سكان العراق هي الأكثر تعرضاً للسحق بعد عام 2003، وتعيش ما بين تهميش وبطالة على مر الحكومات المتعاقبة. ومع اعتراف السوداني بأن الدولة تفتقد للبرامج الحقيقية الناضجة والواضحة في توظيف طاقات الشباب بالاتجاه الصحيح أثناء لقائه بشريحة من الشباب، إلا دليل على الإهمال الحكومي لهذه الفئة. السوداني أقر باستمرار السياسة الإدارية التقليدية الموروثة عبر الاعتماد على فكرة التوظيف الحكومي وتجاهل التثقيف والتشجيع على العمل في القطاع الخاص، تصريح تغاضى عن ذكر أسباب غياب أو تغييب دور القطاع الخاص، رغم اعتراف لجان نيابية مختصة بأن أحزابا متنفذة عملت على تعطيل آلاف المصانع والشركات خدمة لأجندات إقليمية. لقاء السوداني بالشباب وحديثه بهذه الإيجابية عنهم ونسب معاناة هذه الفئة لمن سبقهم من الحكومات يناقض الواقع تماما، فهذه الشريحة تعرضت للترهيب من قبل ميليشيات الإطار التنسيقي المكون الأبرز لحكومة السوداني، التي تورطت بقتل المئات من متظاهري ثورة تشرين وتسببت بعاقة آلاف آخرين لمجرد أنهم طالبوا باسترجاع وطنهم المسلوب. تحديات كثيرة يعيشها الشباب العراقي تفاقمت نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واستشراء الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة وتزايد نفوذ ميليشيات الأحزاب التي منحت نفسها قدسية بررت من خلالها تجريم ناقديها وملاحقتهم، حتى أصبح حلم الشباب العراقي الهجرة خارج البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار المفقودين في بلاده.
استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير. طبعا من ضمن الإحصائيات أيضا الداخلية بحسب وزارة الداخلية في العراق بأن نصف شباب العراق يدمنون على المخدرات. تخيلوا حجم هذه الكارثة عندما يتحدث محمد الشاع السوداني عن أن الشباب يمثلون 60% من تعداد العراق الكلي للسكان، وأن بحسب وزارة الداخلية نصف هذا العدد يدمنون على المخدرات. لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة التي جاءت بها حكومات ما بعد الاحتلال وأدخلت بها شباب العراقي في هذه الدوامة، دوامة الأزمات، دوامة الصراعات، دوامة الفوضى، وبالتالي لجأوا إلى طرق وسلكوا دروبا بعيدة عن الحق، بعيدة عن القانون، وذلك لأن الدولة أو البلد فوضوي، لا يوجد فيه قانون ولا يوجد فيه نظام ولا يوجد فيه اهتمام للشاب العراقي. وبالتالي عندما يجد هذه الفوضى ويجد بأن هناك ضغوطات مستمرة سواء من السلطة أو من المجتمع يلجأ إلى هذه الخيارات. نزلنا إلى الشارع كما عودناكم مشاهدينا الكرام في حلقات منبر الرافدين، نجري استطلاعات رأي مستمرة في حلقاتنا. نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، منهم شباب ومنهم كبار سن، تحدثوا عن مشاكلهم، عن متابعتهم لأوضاع الشباب في العراق وما هو رأيهم بحال الشاب العراقي اليوم. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود لنكمل الحديث. أنا أشوف فرص العمل للشباب العراقي خاصة يعني يجب أن تتم وفق برامج دولية ممنهجة وتفعيل القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص ما يأخذ إلا ذوي الكفاءات، فإذا أنا عندي كفاءة ونجحت بالاختبار أقدر أحصل على فرصة للعمل، وهاي الفرصة للعمل يجب أن تكون مدعومة من الدولة. يعني قبل كانت نقابات العمال تحمي العامل، أي مدير عمل يضايق العامل أو ما ينطي حقه يبخس حقه تشوف العامل يشتكي في نقابة العمال، بالتالي راح نقابة العمال ترفع قضية على أبو العمل ويغرموه مبالغ جدا كبيرة. هاي جزء من مسؤوليتها تتحملها الدولة. حاليا الدولة ما ملتفتة للنقابات، يعني أي نقابة من النقابات ما ملتفتت لها الدولة. ليش؟ على مود القطاع الخاص يعني ياخذ راحته، ما ينطي فرصة تامة للشباب، ما ينطي كافة الحقوق الواجبة من عنده. لذلك تشوف إذا واحد شاب يعني ومقتبل الحياة ويريد يشتغل يروح يشتغل بالقطاع الخاص، وهذا العمل مالته، هذا العمل مالته. أي مشكلة أو مثلا رب العمل ما عجبه هذا الشخص رأسني يبطله بكل سهولة. أغلب الشباب حاليا منشغلين بشغلة المقاهي والإنترنت. طبعا هذا الإنترنت مخدر للعقول، ما يخليك تبدع. أنا نصيحتي إلى الشباب الواعي أنه يستغلون الإنترنت في شغلات مفيدة. يعني مثلا أنا في مجال دراستي أدخل على الإنترنت وأقرأ في مجال دراستي. يعني إذا أنا مثلا مهندس أقرأ يوميا على الأقل فد نص ساعة في مجال تخصصي. إذا قرأت يوميا لمدة نص ساعة خلال سنة شوف نفسك ايش راح تحصل من معلومات بالإنترنت. بينما الشباب حاليا يعني إذا لزم الإنترنت ما يعوفه للصبح، في ألعاب إلكترونية مضرة، في أمور أخرى. لذلك نصيحتي للشباب أنه يستغلون وقتهم في الأشياء اللي تفيدهم. أنا أوضح من طريقتي، الحكومة كلها صوت الحكومة والأحزاب. ليش؟ أولا تعيين، إذا ما ترد تعيين، إذا ما تطي فساد إدارة ما تعيين، هاي وحدة. اثنين الطالب يتعب وضيم يا حاله ويدرس تالي ياخذ شهادته يشتغل عماله. وروح شوفهم هسه هناك يمنه جاي يشتغلون عماله كلهم خريجين وماخذ شهادته. افوت من يمه اقول له يابا شنو دراستك وينها؟ يقول لي سيد ماكو تعيين. ليش؟ لو صير بحزب يلا التعيين، ماكو الا تدفع رشوه يلا التعيين. اكثر الطلاب عندنا هسه بالبيت احنا ابنانه قال بابا انا بعد ما ادرس، لان جاي تصرف عليه مصاريف وتكاليف وحار وبرد، وتالي ما تالي يقعد حاله من حاله بالبيت. والله العظيم ذاك وانا قاعد حاله من حاله، وهسه اثنين احنا قاعدين من الشغل. زين هاي الناس هاي خطيه هسه متخرجه وضيم يا حالها. طبعا طبعا روح شوف القهاوي، تارسين القهاوي عمي اللي كل القهاوي والنراقيل يطلع بالليل طقت روح عمي. شاب وين يروح؟ لا تعيين لا ضيم لا شغل لا عمل، دينار ما عنده بجيبه.
النهار كله قاعد يروح يشوف بليفيوي. يعني طبعا هذا ينطر يسوي بوق، يدخن، كل شيء يسوي، يكبسل، كل شيء يسوي، يشرب عرق بالشارع لان طقت روحه عمي. ناس ملت، الله شاهد، ملت، طلعت رواحه. دولتي ايش عمي؟ دوله دولتي ايش؟ قل لي يعني مستشفى طب عليها لا بيها سرنجه لا بيها كل شيء، ماكو يعني، كله كله وضع تعبان، شاب، شايب، كبير، صغير، تلقى وضعيته تعبانه، كل شيء ماكو. روح شوف الناس عمي، ناس قاتلها الضيم والقهر، الله شاهد، ولا كهرباء لا مي، لا وضعيه تعبانه، يعني بشر شو يسوي؟ زين ما يطق يموت هم هذا الشيء. استمعتم مشاهدينا الكرام الى هذا الحديث من مواطنين عراقيين، سناتيكم بعد قليل ايضا باراء اخرى. يعني احد الاخوه اللي تحدثوا قبل قليل ذكر جزئيه تتعلق بحمايه الشباب او حمايه من يتوظفون او يتم تعيينهم في القطاع الخاص، او يعني من يعملون في الشركات الاهليه او الشركات الخاصه بشكل عام، انه لا توجد حمايه لحقوق هؤلاء الشباب العاملين لان الموضوع فوضوي في العراق. لا يوجد قانون صارم يلزم الشركات التي تستقطب هذه الأعداد من الشباب، إن كانت يعني في أي مجال، إن كانت في أي مجال أو في أي تخصص، عندما تستقطب هذا العدد من الشباب لا تكترث للقانون الموجود. طبعا هو قانون صوري لغاية الآن، لأنه لا يوجد قانون فعلي حقيقي يطبق على الشركات ويلزم هذه الشركات بحقوق العامل فيها، الشاب العامل أو الموظف بشكل عام. وبالتالي هو يقول بأنه ترك الدولة للقطاع الخاص بهذه الأريحية وبهذه الحرية يجعل رب العمل يعني قاسي ربما بالتعامل مع هذا الشاب، قد يلجأ ربما إلى اللجوء إلى طرده من العمل، ربما يستعين بخبرات العمالة الأجنبية على سبيل المثال، أو ربما قد يستبدله بعامل آخر إذا طالب بحق معين. وهذا طبعا هذه مشكلة، لأنه كانت هناك نظرة من قبل هذه الحكومة في توجيه الشباب صوب القطاع الخاص الذي هو شبه ميت حاليا في العراق، فيجب أن يكون هناك أيضا نوع من أنواع الحماية لحقوق العاملين في القطاع الخاص من الذين يتم تعيينهم سواء كانوا شباب أو غير شباب. طيب، هناك أحد المواطنين يقول مشاهدينا الكرام بأنه العراق يستطيع أن يعيش أفضل حياة بواردات المنافذ الحدودية فقط. هذه الجزئية سبق أن ذكرت عن طريق الحكومة بأن حجم الواردات من المنافذ الحدودية العراق تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا، تتراوح ما بين 6 مليارات إلى 10 مليارات دولار سنويا. يرى الشخص الذي قام بإرسال هذه الرسالة بأن هذه الأموال تكفي لتوفير حياة كريمة للعراقيين. طيب، دعونا نستمع إلى رأي آخر من مواطنينا أيضا بشأن هذا الموضوع في الاستطلاع الآتي. شوف كل البلدان العربية جاي يشوف أنه الشاب من يتخرج يلقى الفرصة متاحة أمامه وسهل الحصول عليها، لكن بالعراق دائما دائما الشاب يعاني وتلقى عنده نفور من الدراسة، لأن بسبب الوضع اللي جاي نشوفه احنا بالعراق اليوم ماكو تعيين تحصله انت بسهوله نهائيا، انت كل تعيين تلقاه بمحاصصه وباحزاب موجوده ومو سهل يحصله الشاب العادي، ما تقدر تحصله بسهوله نهائيا. ليش؟ اليوم اكو سلطه واكو سياسه اللي داخله بها الاحزاب هي مهيمنه وهي اللي مسيطره على هاي موضوع التعيينات، فجاي تشوف الشاب انه يقول لك بكال ما اني اتعب وادرس وبالتالي ما احصل وظيفه اروح اشتغل شغل ثاني، وهذا اللي تريده الاجندات الغربيه واللي تريده الدول الثانيه اللي هي الدول الاوروبيه، اللي ما تريد الشاب يوصل وما تريد الشاب العراقي بالذات يكمل. وعندنا احنا كفاءات، طبعا عندنا كفاءات غير محدوده، ثق بالله انه بالعراق كفاءات موجوده عند الشباب، وجاي يشوف هاي الكفاءات ما توجد بالعراق، ما تتعين ولا تتوظف بالعراق، تروح تهاجر البلدان ثانيه وهاي البلدان تلقاها مستضيفه لها وترحب بيها بصوره جيده. يعني هو ترك دراسه لان ماكو توعيه من الحكومه، توعية من الحكومة للشاب العراقي للتحفيز على الدراسة، للتمكين على الدراسة. اليوم أغلب البيوت العراقية هي بيوت فقيرة، ما عندها أصحاب دخل يومي، الجامعات صارت جامعات مثل ما يقول أهلية، فلوسها بملايين،
مليونين او ثلاثة او اربعة، وهاي اغلب البيوت العراقية ما تمتلكها. زين، فهذا السبب، وهذا السبب الرئيسي اللي خلاه يترك الدراسة، والسبب الرئيسي هو كثرة البطالة وعمل ماكو، وقلت لك يعني الناس اصحاب دخل يوم وما عندهم امكانية. طبعا هي تتحملها الحكومة، هسه انا من اقول الاحزاب، احنا بنقول هي الحكومة عبارة عن احزاب، هي تتحملها اكيد. اليوم بالنسبة للشعب العراقي ثلاث ارباع مهارات، ولكن اليوم حكومتنا الموقرة ما تريد اصحاب الاختصاصات، ما تعين اصحاب الاختصاصات، تدور واسطات. اليوم اللي اريد اقدم على تعيين، ابسط مثال، اذا اريد اروح اصير فراش بمدرسة او باحث حرف العفو، يعني بالنسبة لهم اذا ما حط لك 5 ورق 6 ورق 10 ورق ما تعين. ما يعني اليوم موضوع العراق صار بفلوس، تطلب فلوس تتعين، ما تطلب فلوس ما تتعين، شهادات موجودة تجيبوا لك شهادات، كل شيء يجيبوا لك، من تطلب فلوس يجيبوا لك شهادة، يخلونك انت ذوي الاختصاص، وبالعكس انا ما عندي اختصاص، منين يعني وين اروح انا لا شهادتي مثلا او ماجستير او دكتوراه او زايدة او دراسات عليا، اما انطر اعوف دراستي حتى اروح على القطاع الخاص اشتغل عماله او غيرها، لان انا ما عندي حتى ادفع حتى اتعين، ما عندي، منين اجيب؟ احنا ناشد ونطالب حكومة الشعب السوداني بأن ينظر بنظرة عفوية وأبوية على هذا الشعب، لأن هذا الشعب تحطم، لأن بالنسبة وين نروح؟ يعني شهادات تروح تدور رعاية، واليوم الأستاذ الأسدي يدور راح أطلعهم بالبلدية، لأن أغلبهم هم يشتغلون، هو راتب 300 دينار لأعطي لابن أحمد الأسدي، يسوي له مصرف 5 دقائق بالكرادة؟ ما يسوي له عمه 5 دقائق بالكرادة لابن أحمد الأسدي، وين يسوي له 5 دقائق بالكرادة؟ مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا أول اتصال من السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم أستاذ محمد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أبدأ كلامي بأنه هاي المنظومة كلها فاسدة، أتتوقع لا الشيعة السوداني لا المالكي لا غير اللي أسس أساس للمحاصصة، هذول المنظومة كلها فاسدة يجب إنهاءها. ومن خلالك أريد أوجه تحية إلى فت شخصية جدا عظيمة، خدمة الشباب اللي هو الأستاذ الله يطول عمره كريم محمود ياسين الملة، لأن أنا رجل عمري فوق 60، هذا كان وزير شباب في سنواتنا. في مراكز الشباب احنا بدأت توعيتنا والاهتمام بينا وصقل مواهبنا من مراكز الشباب، يعني من عمر 13-14 سنة كان مركز الشباب موجود في كل مكان من أماكن العراق، حتى في أبسط ناحية في أبسط قرية موجود مركز شباب. كريم الملة الله يطول عمره إن شاء الله، هذا الرجل أنا ترى دائما أمدح هذا الرجل لأنه ترك في نفسي فد أثر طيب كقدوة حسنة. هذا الرجل يعني اهتم بينا في المجالات الرياضية الفنية بكل أنواعها، المسرح والموسيقى والرسم والنحت والأمور الأخرى الثقافية. تخرج من مراكز الشباب أحسن رياضي العراق وأحسن فناني العراق، يعني أبسط شيء يسعدك أعظم عازف عود بالعالم هو نصير شمه، هو خريج مركز شباب، بالمناسبة خريج مركز شباب من الكوت وألود. تسمعني أسمعك يا أبو أحمد. طيب انعكاس هذا انعكاس، بس خلي أكمل لك، بس اسمح لي، بس خلي أدي لك البداية وأرجع لك ثاني. كاظم الساهر من مركز شباب الحرية، خيرة فنانين العراق من مراكز الشباب، هذول أجوي 20 سنة لم يفكروا للحظة واحدة ببناء جيل أو ببناء شباب. الشباب خلوها تلتهي بالمخدرات، يعني الآن نسبة المخدرات نسبتها مخيفة جدا، والآن دا تشوف في بعض المواقع أنه والله حاربوا المثلية، والمثلية موجودة بالعراق ومنتشرة بشكل رهيب من خلال بعض الشباب اللي ما تدري به هو رجال مرة، هاي كلها من نتائج هذا الأمر. يعني في الوقت اللي يتحدث به محمد الشاعر السوداني في مؤتمر للشباب عن دور الشباب وعن نسبة الشباب داخل المجتمع وعن المساعي في توظيف هذه المهارات أو هذه الطاقات الشبابية في أماكن صحيحة، طيب هذه الشعارات وهذه الوعود وهذه التصريحات أين هي من أرض الواقع؟ هاي كلها كذب أستاذ محمد، هذا يعتبر نفسه عنده اكسباير تايم، يعني سنتين ثلاثة كرئيس وزراء ويطلع فيقضيها بهاي شعر. هو بانين الإنسان خطأ، إحنا بنونا من الابتدائية صح، بالمتوسطة صح، فدول ما بانين جيل تقدر تعتمد عليه في بناء عراق جديد. هو هذا السؤال، هل كانت أصلا لديهم رغبة في بناء جيل لتطوير هذا البلد؟
لا ابدا ابدا، حولوا حولوا وخلوا ولو اعطوا عليك شويه. اسمح لي استاذ. خذ راحتك خذ راحتك أبو. لان هذا ضيم ضيم بالنسبه لي. نعم يعني احنا بنونا اسسونا اساس صح. المدرسه كانت هي ما عندنا مجال اخر غير المدرسه الحكوميه، ما عندنا مجال اخر غير الكليه الحكوميه، ما عندنا مجال غير العمل في القطاع الحكومي. من تخرجنا صرنا مهندسين وصرنا دكاتره. المصيبه الان الشاب اعداد هائله جدا، اقرا اليوم تحقيق اكثر من 100,000 واحد عنده شهاده ماجستير ودكتوراه من ايران. إذا يوزعوا لها توزيع هذا شلون انا اتامل بيبني جيل هذا؟ فدول هم دا يبنون دا يهدمون بناء هذه الدوله وبمنهجيه يعني. صار لهم 20 سنه تخريب كل البنى التحتيه في العراق، الكهرباء الهاي. انا ما بدي اطول عليكم، الحديث وياكم جدا رائع. صحيح يعني. انا اشكرك سيد ابو احمد من بريطانيا، شكرا لك للمشاركه. خلونا نستمع لراي السيد ابو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا ابو عبد الله حياك الله. عفوا صلاح الدين من الموصل، تفضل يا صلاح الدين. سيد صلاح الدين من الموصل فقدنا الاتصال. طيب معنا السيد ابو سميه من الانبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سميه. سيد الكريم، شريحه الشباب في كل بلد علينا ان نعلم انها قوه هذا البلد. وكل ثورة وكل تغيير يبدأ بسواعد الشباب. نعم. فإذا قضوا على هذه الشريحة أصبح البلد كهلا، أصبح عجوزا، ليس قادرا على التغيير. نعم. الشباب اليوم في العراق ينشأ في ظل معاناة. يعني عندما كنا أيام التسعينيات قبل السقوط، عندما كنا في الكليات كنا نعاني من الضغط المادي الصعب. يعني كان عندنا هم واحد، تعال الى شبابنا اليوم يتردد الى المدارس الثانويه والى المعاهد والجامعات وترى في باله 100 هم. فكيف ينشا في معاناه؟ الذي يدرس في الجامعات هو محبط، هو يرى امامه الشاب يتخرج ويعاني، فماذا يحدث عند هذا الشاب؟ اما الكفاءات فيا سيدي هذا البلد مليء بالكفاءات، لكنه مليء بقتلة الكفاءات الذين يطرحون بقتل الكفاءات وبإحباط الشباب ليكون شبابا مخدرا عاطلا ليس قادرا على التغيير. سيد أبو سمية، سؤال لو سمحت. يعني بحسب تقرير الأمم المتحدة فإن 60% من شباب العراق لا يملكون المهارات الكافية للتوظيف. طيب ما هو دور التعليم في العراق المفروضة للكليات الجامعات المعاهد التي تهيئ أجيال تخرجهم يملكون مهارات يستطيعون بها من الوصول إلى الوظائف أو ممارسة الوظائف بشكل صحيح؟ لا يملكون مهارات كافية للتوظيف، هذا ينعكس على النشأة على التأسيس. ما هو دور وزارة التعليم العالي ودور وزارة التربية في تخريج هذه الأجيال طيلة 20 سنة اللي مرت بعد 2003؟ سيد الكريم، بحكم تجربتي على مستوى التعليم العالي وعلى مستوى التربية، هاتان الوزارتان تعملان على إحباط المواهب وعلى العمل على تخريج جيل بلا كفاءات، لأنهم يفرحون بالرجل الذي يركض خلف الأحزاب، لا يفرحون بشاب نشأ على العلم وعلى الذكاء وعلى الاطلاع. يريدون شابا مخدرا وعقله تابعا لأحزابهم. وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. نستمع لرأي السيد أبو مريم من السويد، تفضل يا أبو مريم حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا خليني أشكرك لتسليط الضوء أنت وحضرتك وكادر الإعداد عندك، لأنه الموضوع جدا شيق ومهم وأساسي. صحيح. بالبداية أنت تعرف أنه الشباب هو الشريان الرافد للحاضر والمستقبل اللي يبني وطن، قادة المستقبل. صحيح. يعني كثير من العراقيين وحتى كل الكرة الأرضية تعرف أنه العراق كان يصدر كفاءات على مستوى عالي جدا. نعم. اليوم العراق للأسف، أقول جملة للأسف أنه واقعية وحقيقية، أنه الطفل العراقي أو الطالب العراقي يقرأ ما لا يفهمه. فهذه نقطة. هي البداية أستاذ المفروض تكون
من الطفل من البيت، يعني قانون الطفل والأسرة والتعنيف، ثم يدرج الطفل بالمراحل العمرية إلى أن يبدي يصقل هذا الطفل مواهبه تنمى من خلال المدارس. يعني خليني أنطيك فد، يعني يقال شر البلية ما يضحك. إحنا وزير التعليم العالي ما يعرف يحكي لغة عربية، بالإضافة إلى ذلك شهادته ما معترف بها عالميا. يعني سؤال أبو مريم، اليوم لما نشوف الاهتمامات الموجودة عند يعني جزء ليس بقليل ربما من شباب العراق، مثل ما استمعنا، ربما حضرتك استمعت إلى آراء بعض المواطنين اللي عرضناها بالاستطلاع، يقول لك أنه تلقاهم بالمقاهي، تلقاهم يدمنون على المخدرات، يشربون الكحول، يعني يلجؤون إلى طرق وأساليب ويسلكون دروبا يعني بعيد عن الأخلاق، بعيد عن الإنسانية، بعيد عن القانون. هؤلاء من يتحمل مسؤولية إيصالهم إلى هذا الطريق؟ هل هو البيت، العائلة، أم هو المجتمع، أم هي الحكومة؟ هو باعتقادي أنه المسؤولية مشتركة من الجميع، لكن بالدرجة الأولى الحكومة هي المفروض اللي توفر كل وسائل الراحة للطفل بالدرجة الأولى، تربيته وتعليمه وتوفير المناخ. يعني خليني أقول لك فالموضوع جدا جدا بسيط وسهل اليوم، أنه الطالب العراقي أو الشاب العراقي بالعموم ما عنده كهرباء، الحالة المعيشية متدنية، الأحزاب يعني المستقبل مضمن لأنه الأحزاب ما تعين إلا المؤدلجين أو تحاول تأدلجهم حتى تكسبهم. مع ذلك للأسف هم يعني رغم كل هذه المحاولات، إذا تلاحظ بهذه 20 سنة ما استطاعت هذه الأحزاب أن تكسب ناس بتغذية فكرية، بس بالمغريات، يعني قبل الانتخابات أو يكسبون شوية شباب لأنه الحالة المادية ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك أستاذ محمد، ما تنسى موضوع الجامعات الأهلية اللي صارت هذه من حصص الأحزاب، كل حزب عنده جامعة أو جامعتين، واليوم حتى المعدلات اللي تقبل خلينا نقول بالهاي كلاس مثلا الطب او الهندسه نزلت في المستويات 70 و75. طيب يعني باختصار يعني ابو مريم، الى اين برايك تريد هذه الحكومات وهذه الاحزاب اللي جتي بعد 2003، الى اي طريق تريد ان توجه الشباب العراقي اليوم؟ تحاول انه تخلي الشباب العراقي جاهل، ما امامه مستقبل، حتى تظل هي قويه تستمر بطريقة الحكم أو السلطة اللي هي ماشي عليها من 20 سنة. شكرا جزيلا أبو مريم من السويد، ويانا السيد صلاح الدين من الموصل. تفضل يا صلاح الدين، حياك الله. فقدنا الاتصال ويا صلاح الدين يبدو. طيب مشاهدينا، طبعا أكو تقرير أمريكي، من تقرير لشبكة PBS الأمريكية، ذكرت بأن الشباب العراقي يعاني من مشكلات كثيرة على المستوى الاقتصادي وتوفير فرص العمل رغم مرور عقدين على تغيير النظام السابق، وبينت أن هذه الشريحة ما زالت تتأمل بأن تحقق تطلعاتها. يعني حقيقة هناك أمل لدى الشباب العراقي، وشهدنا تعبير عن هذا الأمل عن طريق المظاهرات التي حدثت في تشرين، وهؤلاء الشباب الذين خرجوا للمطالبة بحقهم بوعي وثقافة وإدراك واسع لحقيقة الأمور الموجودة وحقيقة السياسات المتبعة رغم صغر سنهم، لكن قوبلوا بقمع وحشي من قبل السلطة الحاكمة، وهذا يعكس حقيقة تعامل هذه الحكومات مع الشباب العراقي. يعني أعمار لم تتجاوز 18 عاما وصفوا بأنهم بعثيين ودواعش وإرهابيين وخلايا نائمة من قبل مسؤولين يحكمون هذا البلد، ولم يستطيعوا تحقيق أي منجز حقيقي ينفع هؤلاء الشباب أو يقدم خدمة حقيقية للعراق. هناك أمل لدى الشباب العراقي، نعم، رغم وجود سلبيات ورغم وجود حالات شاذة داخل هذا المجتمع وداخل فئة الشباب، لكن في النهاية يبقى هناك أمل لدى هؤلاء الشباب بيوم أفضل، بمستقبل أفضل لعل وعسى يتحقق بالقريب. طبعا
هذه الشبكة الأمريكية PBS كما قلنا قالت بأن جيلا كاملا من شريحة الشباب ولدوا عقب الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وأضاف التقرير بأن هذا الجيل كان من المفترض أن يكون موردا بشريا يدفع باتجاه النمو، قد حرم على نحو واسع من فرص اقتصادية أو أن يكون لهم دور بالعملية السياسية في بلد غني بالنفط. لا نزال نشاهد من يتبوؤون الحكم في العراق وهذه المناصب من 2003 لغاية اليوم، وجوه تتكرر، يتم نقلها بين المناصب لكن هي نفس الوجوه باقية، ولا يوجد أي استعانة بالطاقات الشبابية، وحتى هذه الأضحوكة أو الكذبات، الكذب الذي تم تداوله أو يعني تم تسويقه قبل الانتخابات بالمستقلين والشباب داخل العملية السياسية أو داخل الانتخابات التي مضت، كلهم كما قال السيد أبو مريم من السويد إما مؤدلجين أو تسعى هذه الأحزاب إلى أدلجتهم بالطريقة التي تتماشى مع سياساتها. خلونا نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. حياك الله أستاذ محمد، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، إحنا بالعراق يعني من 2003 ولحد الآن يعني ما يقارب 20 سنة والشعب العراقي لم يجد لا تعيينات، لا رجعوا مصانع، لا رجعوا الصناعة، ولا رجعوا، بأنه الشعب العراقي هذا أكثر من عقديا من الزمن، ويعني ما شاف إنه من هاي الحكومة يعني بناء أو تقدم أو أمران، ما شهد. فبس إنه الطالب عندنا أو المواطن يأخذ الشهادة يعني يتعب بها طويلة، يعني مدة الإعدادية أو الكلية أو الجامعة يخلص، يعني شو بس يخليها الشهادة مجرد يخليها بالبيت بالكنتور تصبح إذا كالصورة يعني باوحة. فللأسف الحكومة تعلم بأنه هذا الشاب العراقي والمواطن اللي بيطلع يطالب بحقه، اللي قاعد يظاهر، ما نشوف إلا قوات الشغب اللي جاي تضرب بيهم وتقمع بيهم. فمن هاي هذا الحال نشوف إنه عيش حكومة ما إحنا كشعب عراقي ما نعتبر هاي حكومة وما نعتبرها إنه. طيب أبو عمر، سؤال يعني، هل تعتقد بأنه توجه بعض الشباب اليوم داخل العراق إلى سلك طرق يعني فيها مشاكل تتعلق بالجريمة، تتعلق بالتجاوز على القانون، بإدمان المخدرات، هل تعتقد بأنه لجوء الشاب العراقي اليوم إلى سلك هذا الطريق يأتي بسبب الإحباط المستمر اللي يعاني منه؟ مثل ما تفضلت، يدرس ويقرأ ويدخل إلى جامعة ويتخرج ويصطدم بواقع مؤلم ومرير بأنه لا يوجد فرصة لك في دوائر الدولة، لأنه أصلاً عندنا فائض ولا يوجد قطاع خاص، لأن الدولة ما مهتمة بهذا الجانب، وبالتالي يعني يلجأ إلى سلك هذه الطرق. برأيك هذا اللي دي يحصل ويا الشاب العراقي اليوم؟ أستاذ محمد، كثير عندنا من الشباب يعني ذبوا جهودهم من أجل أن يكون طبيب، من أجل أن يكون مهندس، من أجل يكون ضابط ويعتمد عليه، يعني يسجل له مكانه بالتاريخ. ليش إحنا قبل 2003 كان عندنا ناس من أطباء، من ناس من قادة، من ناس من يعني وصل أساميهم لحد الآن معروفين على ضوء العالم، على ضوء يعني بالشرق الأوسط لهم مكانه. للأسف إحنا يصير عندنا باقات ما شفنا من عندها أي يعني استغلال من هذه الحكومة. فالشعب يعني أبناء الشعب، من أبناء يعني الشعب العراقي إذا كان بغداد المحافظات، فنشوف جرائم القتل بتوصل، جرائم الانتحار، جرائم الهجرة اللي يهجر من بلده يروح إلى بلد آخر، وده ينزل، وده نشوفهم بيخرجون بالماء، وده نشوف إنه صعوبات تصير عليهم، يعني يعوف بلده من أجل أن يكون له مستقبل، من أجل أن يكون يتزوج، من أن يكون عنده هاي الفكر اللي عنده شايلة والطاقة اللي شايلة تستغله، يعني رغم إنه هو يعيش في بلد من أغنى بلدان المنطقة والعالم، ومع هذا يسعى إلى الهرب بحثا عن فرصة عمل. يعني شنو هالمأساة اللي دي يعيشها المواطن؟ هذه المأساة اللي هي سبب الحكومة. يعني احنا شفنا من 2003 لحد الآن من الحكومة بس تكوين الحشد، تكوين الجيش، تكوين القوات الأمنية، وكلها ما لها أي داعي، بس يعني اللي حاكمنا هي سلطة الأحزاب.
يعني للاسف احنا حتى الجيش يعني شلون بنقول ما في خير وما في قوه، لان ليش سبب الحشد وسبب هاي القوات يعني اللي جابها الاحتلال الامريكي، يعني من ابناء زعماء الميليشيات وقيادات الميليشيات هم فوق كل شيء. شكرا يعني ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك وصلت الفكره. خلونا نستمع لراي السيد احمد من المانيا، تفضل يا احمد حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الفاضل. أنا اللي فهمت بأنه الحلقة مالكم تتكلم على الشباب وما يعانونه في العراق، في العراق العظيم كما يسمونه. صحيح، وأيضا نقطة أضيفها لهذه المعلومة أنه هناك تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن 60% من شباب العراق لا يملكون المهارات اللازمة للتوظيف، يعني ما عندهم الإمكانيات حتى لممارسة العمل بالشكل الصحيح. وإحنا نسأل عن الأسباب اللي قادت إلى وصول الشاب العراقي إلى هذه المستويات المتدنية على مستويات الكفاءة المهنية أو العلمية. أخي، واحدة من المسائل التي تعد الشباب لتسلم المناصب في المستقبل المنظور بحياتهم هو التربية داخل البيت، الأعراف الاجتماعية اللي يتربون عليها، وكذلك التربية والتعليم وما تقدمه المدرسة وما يقدمه الأستاذ في المراحل الدراسية المختلفة. مع الأسف أنا أتذكر كنا نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كنا في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كان أكو هناك تعليم، أكو أسلوب لتقديم المعلومة، أكو أسلوب لبناء شخصية الطالب، أكو أسلوب لإعداده للمرحلة القادمة. أما الآن أنا شخصيا مريت التجربة، فتحت مدرسة أهلية داخل العراق، مع الأسف مدارسنا الحكومية والأهلية لا تقدم سوى مضيعة وقت. المشكلة أنه لم تبقى تلك الهيبة للأستاذ. الأستاذ هو أب ثاني، الآباء ثلاثة، أباك الذي رباك وأستاذك الذي درسك والرجل الذي زوجك ابنته. مع الأسف اختلفت المفاهيم. طيب يعني سيد أحمد، سؤال لو سمحت، بأنه أنت تفضلت وقلت بأنه المدرسة الخاصة اليوم بالعراق والحكومية كذلك مجرد مضيعة وقت، هل يراد بهذه الطريقة أن يكون التعليم على هذا المستوى حتى يتم تخريج أجيال ذات يعني خلفية علمية ضعيفة، ذات ربما حتى مستوى من الجهل يصير عندهم؟ أخي الكريم، شوف أنا إذا أريد أحكي لك على الوضع، يعني الوضع بصورة عامة، الوضع العالمي هو الاتجاه إلى يعني انتهت مسألة الدولة، انتهت الآن يحاولون أن يدار العالم من قبل الشركات، وفي البلدان العالم الثالث هي يعني حقول اختبار. حقيقة عندما يكون التعليم مقاولات وتكون الصحة مقاولات فقرة على الدنيا السلام. مع الأسف يراد من المدارس الأهلية ويراد من المستشفيات الأهلية الغير منضبطة التي لا يوجد عليها check and balance، هو حقيقة هو تدمير الاشتباك، تدمير لمستقبل البلد، وذلك بعدم توفر الكفاءات التي ممكن أن تدير البلد مستقبلا. أنا متحير الآن يعني الأطباء اللي يتخرجون من كليات أهلية أو المهندسين اللي يتخرجون من كليات أهلية أو الطالب اللي يدرس بمدرسة أهلية، شنو اللي فاهمه؟ أنا شخصيا قلت لك عندي تجربة كمدير في مدرسة أهلية في العراق، طالب صف سادس إعدادي يعني ما يعرف يكتب له جملة مفيدة باللغة العربية أو جملة مفيدة باللغة الإنجليزية، كيف سيكون بفضل هذا بفضل يعني الواسطات والمحسوبية؟ سيد أحمد، بفضل الواسطات والمحسوبية والعلاقات اليوم الموجودة بالعراق والفساد في شراء الوظائف، أصبح اليوم بإمكان هذا الطبيب اللي تفضلت عليه اللي ذكرته أنه تخرج من كلية أهلية وهو مستوى ضحل، أو حتى الطالب اللي تخرج من مدرسة أهلية، بإمكانهم أنه باكر عقبة يعالجوك أنت أو يعالجون أي مواطن عراقي، لأنه حيتعين ويتوظف أما بالقطاع العام أو يتوظف ضمن الشركات الموجودة أو المستشفيات الموجودة في القطاع الخاص. هذه المشكلة اليوم اللي يشكو منها الشاب العراقي اللي يتخرج ويتعب ويجتهد في سبيل الحصول على شهادة لكي يصطدم بالواسطات والمحسوبية ويصطدم بضياع الفرصة لابن فلان وابن علان لأنه عنده علاقة بالحزب الفلاني أو بالمسؤول العلاني. أخي هي هذه المشكلة عندما يتسلط على البلد أمثال هؤلاء الحثرات أجلكم الله، يعني كل شيء يفسد. كل شيء يفسد، يعني لا علاج، يعني تقول الصحة
تقول التعليم، تقول الامن، تقول شنو الشيء الزين اللي موجود بالعراق، شنو الامر اللي ممكن ان تبني طيب عليه بالعراق؟ شلون اليوم سيد احمد كيف نعم كيف يمكن اليوم للشاب العراقي اللي يصطدم بكثير من المشاكل وطبعا لا حصر لها يعني انه ينقذ نفسه من هذا الواقع المأساوي ويحاول انه يفتح لنفسه باب لمستقبل افضل؟ اخي لا وجود لمستقبل افضل في العراق مع الاسف. انا ما ادري شو سوداويه. نعم لكن ما السبل التي عليه ان يسلكها؟ السبل هي حمل السلاح ضد العصابه المتحكمه بالعراق اولا واخيرا. نعم سيد احمد، هذا الحل النهائي. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. معنا ابو زينب من النجف. ابو زينب حياك الله، تفضل يا ابو زينب. الو حياك الله يا ابو زينب، كل الهذا. الو تسمعني يا ابو زينب؟ اسمعك. حياك الله تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو هذا الموضوع عامل باقي المواضيع يعني طال الحديث به، هو ماكو مستقبل بالعراق. نعم. يعني نفس القضية جاي تندار وتدور ونفس الأشياء. تمام طيب، تتفق لعد مع يعني تتفق مع طرح السيد أحمد من ألمانيا اللي يقول لا حل اليوم؟ بس نص صوت التلفزيون لو سمحت شوية. شلون؟ هل تتفق مع طرح السيد أحمد من ألمانيا اللي يقول أبو زينب نص صوت التلفزيون للأخير لو سمحت. أبو زينب تسمعني؟ سيد أبو زينب تسمعني؟ يبدو أبو زينب غير جاهز معنا لأنه عنده مشكلة، يبدو صدى صوت أو كذا. عموما صحيفة الغارديان البريطانية مشاهدين الكرام ذكرت أن الشاب العراقي يكافح من أجل مستقبل أكثر سعادة برغم أنهم أو أنه ضمن جيل نشأ ولا يعرف سوى الحرب، وفي ظل الحياة الصعبة فإنهم يسعون إلى تحقيق طموحاتهم، أي الشباب العراقي. قالت الصحيفة البريطانية كذلك بتقرير لها، طبعا تحدث عن حياة الشباب العراقيين بأن بغداد عادت مرة أخرى إلى الحياة بأسواقها وشوارعها والمقاهي المكتظة بحشود الشباب ورائحة الهيل اللي تفوح منها، تمتلئ المقاهي. نعم قد نرى المولات تمتلئ بالشباب، قد نرى أماكن أخرى ترفيهية تمتلئ بالشباب، لكن لا يوجد هذا العدد في أماكن ذات منفعة للبلد. وهذا الموضوع يعود بنا إلى المصدر، إلى المسؤول عن إيصال الشباب العراقي أنهم يصبحون ملازمي المقاهي، يتسكعون فيها ويعني يقضون أوقاتهم فيها ويضيع هذا الوقت دون أي فائدة لا لهم ولا للبلد. السبب والمصدر هي الأحزاب التي جاءت بعد 2003، هي الحكومات التي جاءت بعد 2003 اللي كما قال المتصلون يسعون أو سعت جاهدة إلى تدمير جيل الشباب، لأنها تعلم جيدا بأن هذا الجيل هو الذي يستطيع بناء هذا البلد والنهوض به نحو الأفضل. وبالتالي الهدف من ما تفعله الآن حكومات ما بعد الاحتلال من عدم اكتراث واهتمام لقطاع الشباب عن طريق تأهيلهم بالشكل الصحيح في المراحل من الابتدائية إلى أن يتم التخرج من الجامعة ليست بصدد الاهتمام بهذه القطاعات، هي تريد فقط توجيه هؤلاء الشباب لصالحها عن طريق زجها بهؤلاء إلى المعارك، توظيفها لهم في الميليشيات أو الأحزاب، زجها بهم في القوات الحكومية لكي يصبحوا الأداة التي تقمع بها العراقيين. هذا هو الشغل الشاغل، وأيضا محاولة تجهيلهم وإبعادهم عن حقيقة الأمور وعن واقعهم عن طريق يعني ضخ هذه الكميات الكبيرة من المخدرات وفتحها المجال واسع أمام الخمور وغيرها من أجل أن تذهب عقول هؤلاء الشباب وتجعلهم غير مدركين لحقيقة الأشياء التي تدور حولهم. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.